فيزا تايلاند بعد كورونا. أخيراً فتحت تايلاند أبوابها للسياح بعد فترة توقف بسبب كورونا. في هذا الفيديو سنعرض طلبات برنامج تيست أند جو للسياحة في تايلاند والسبع أوراق التقليدية للسفر إلى تايلاند. مع خطوات واضحة لتنفيذ برنامج تيست أند جو من البداية وحتى سمح لك بالتنقل في أي مكان في جزر تايلاند. أولاً، برنامج تيست أند جو له أربع متطلبات سهلة قبل السفر إلى تايلاند سياحة. حجز أول ليلة في فندق بتايلاند له علامة تشا بلس. حجز بي سي آر يتم عمله أونلاين من موقع تايلاند بي إس إي إس. حجز انتقالات مع الفندق، إذن دخول من موقع تايلاند باس بعدما تحصل على الفيزا لتايلاند. ثانياً، السبعة أوراق التقليدية للحصول على فيزا جزر تايلاند: صورة الباسبور، كشف حساب، صورة شخصية، حجز طيران، حجز فندق، تأمين، ملء الاستمارة من موقع السفارة. ثالثاً، خطوات تنفيذ برنامج تيست أند جو. لا تنسوا مشاهدة الفيديو الكامل عن السياحة في تايلاند، فيه أجمل الوجهات وأهم المعلومات قبل السفر إلى تايلاند. بمجرد وصولك أول يوم وأنت خارج من المطار وبعد استلام الشنط، تقوم بعمل المسح. تنقلك سيارة الفندق للفندق الذي سجلت فيه ويحمل علامة تشا بلس، وتسجل دخول وتنتظر نتيجة المسح التي تحتاج من 6 إلى 10 ساعات. فور أن تصل نتيجة المسح، تتوجه للاستقبال في الفندق وترى النتيجة وتحصل على تقرير أنك أنهيت الحجر الصحي. وعندها تستطيع أن تتوجه لأي مكان في تايلاند وتغادر الفندق بلا أي مشكلات، وتسجل في أي فنادق تايلاند حتى التي لا تحمل علامة تشا بلس. هناك تكهنات بحدوث تغييرات على هذا النظام وتطلب الأمر لمسحة أخرى خلال إقامتك. في التفاصيل أسفل الفيديو سننشر ما يستجد من تطورات. لا تنسوا الاشتراك في القناة إذا وجدتم في الفيديو ما يفيدكم. في قناتنا فيديو عن العاصمة بانكوك، فيه نصائح هامة وأجمل الأماكن، لا تنسوا مشاهدته. واكتبوا لنا في التعليقات الوجهات التي تودون أن نكتب عنها في تايلاند.